هذا سائل يقول داعية يقول بأنه لا يقيم أي برنامج ولا مشروع دعوي إلا بعد الذهاب لقبر أمه إلا بعد الذهاب لقبر أمه والاستئذان منها، فما حكم قوله هذا؟ شاور أمه يعني، وما إنسان قال الشيطان، يمكن الشيطان ينطق باسم أمه ويقول لا تعمل لا تسوي شيء، لأنه ثبت أن الشيطان يقابل زوار القبور بصورة الميت، أو يقول أنا فلان قضيت حوائجكم واللي تبون عندي، هذا الشيطان ما هو بالميت، لكن الشيطان يتكلم بلسانه ويتصور بصورته حتى يضلهم. الميت ميت، ما يطلب منه شيء ولا يقدر على شيء، مرتهن بعمله، هو بحاجة إلى من يدعو له، إلى من يتصدق عنه، إلى من يحج عنه ويعتمر، هو بحاجة إلى هذا. نعم، فكيف الحي القادر يروح للميت الهامد ويطلب منه؟ لكن الفطر إذا تغيرت فلا تعجب. نعم.